زميلة المحترمة روضة السيبي، يعيشكم طريف هدوء، خلينا نسمعوا بعضنا. روضة السيبي، تفضل الزميلة المحترمة. روضة السيبي. كأنك ماكش في بقعتك يا روضة. ولا. شكرا سيد الرئيس. أنا اللي نحب نبدأ به في أول مداخلتي هو ترحيم على الشهداء وأن أحيي هذه الثورة. ثاني حاجة، اليوم قاعدة الساحة السياسية والشعب يحاسب في أحزاب معارضة لم يكن لها يد لا في السرقات ولا في دماء الشهداء، ولا كانت معناها مادة يدها في القتل، ولا من فضلك احترم نفسك يا ثوري. ولا إذا كان اليوم رئيس الحكومة في خطاب في التلفزة يقول لم يكن لي علم بما يحدث من عائلة طرابلسي، احنا اليوم كأحزاب معارضة مش كون لنا علم؟ الكل الناس الكل تحكي على السرقات، الشعب الكل يحكي على السرقات، اليوم مش نطالبوا الشعب علاش سكت لمدة 23 سنة؟ مش ليس لنا الحق مش محاسبته، اليوم مش تحاسب حساب معارضة؟ احنا اليوم كحزب اجتماعي تحرري في المنبر هذا في داخل مجلس النواب طالبنا في عديد المرات، طالبنا بإطلاق سراح المساجين، طالبنا بالتراجع على عقوبة الإعدام، طالبنا بالتراجع على قانون نتاع الإرهاب اللي هو طالبت به أنا شخصيا بحضور السيد وزير العدل سي نزار بوعوني، وقلت له لو تعطينا عدد القضايا اليوم اللي قاعدة تورط فيها في ناس قضايا نتاع إرهاب، هل الإرهاب إلى هذا الحد يهدد التونسي أن كل أسبوع تمر عديد من القضايا على المحاكم باسم قضايا الإرهاب في قانون 2003؟ كله مسجل في المداولات نتاع مجلس النواب، واللي يحب يثبت منها واللي يحب يكون نزيه ويكون عنده موقف نزيه مش ناس تخدم به والناس اليوم توظف فيه باش تتحصل به على مناصب، اليوم ثم ناس قاعده تعمل في حملاتها انتخابيه على المنابر التلفزيه، وقاعد كل من يجي يحكي يقول انا يؤسفني ان ولت البارح نتفرج على وزير التربيه اللي هو في نفس الحكومه مع هذم بطريقه انديريكت يسب فيهم، قال لهم انا رجل شريف ولم اقبل، انا عرض علي رئيس بن علي باش ناخذ منصب وزير ورفضت لانني لا ارضى ان اشتغل تحت ديكتاتور تحت نظام بوليسي. اذا سيد محمد الغنوشي لقد اهانك هذا السيد وسبك انت وسب نور الجويني وسب كل من عمل تحت نظام الدكتاتور والبوليسي وهو طلع اشرف منكم ونجح في حملته الانتخابيه. معنى هذا المؤسف، اليوم يقع تغييب المعارضة من 14 جانفي لليوم لم يحضر أي معارض من المعارضة الوطنية اللي سموها بالكرتونية إلى منابر حوارية نظمتها التلفزيات سواء الوطنية واحد ولا الوطنية اثنين ولا غيرها من المنابر. أقصعنا الرأي العام التونسي نحن نعرفه ما نكونوش متناقضين، الشاب التونسي كان يقول لك أنا مهمش لم يكن لي علم ولا دراية بما هو السياسي، كيفاش اليوم في لحظة زمنية وجيزة يصبح عنده لون سياسي وانتماء سياسي؟ علاش؟ خاطر قاع تغييب حرموه من انه يعرف حقيقه الساحه السياسيه، حرموه من انه يعرف حقيقه الاحزاب السياسيه وما عانته من اختراقات البوليس وما عانته من اختراقات منه وما عانته من تقارير يوميه وكل مداخله نعملوها هنا في مجلس النواب انا وزملائي نتحاسبوا عليها في الشارع ونتحاسبوا عليها في احزابها من قبلك المندسين عندنا. اليوم اللي يحضر في انقلابات داخل الاحزاب تنظم فيها الدكتاتوريه الجديده للتخلص من مناضلي الاحزاب الحقيقيين، اليوم اللي يحضر في ناس ليس لها انتماء لاي حزب من هذه الاحزاب كما سي الشاذلي الزويتن، ما علاقه الشاذلي الزويتن بالحزب الاجتماعي التحرري حتى يصبح اليوم يتراس من رالي يصبح يتراس الحزب الاجتماعي التحرري في مؤتمر غير شرعي بقرار بقضاء من قانون من المحكمه، اليوم ناهي الحريات اذا كان قرار محكمه ينهزوه البارح ويقع رفضه يستجيبلوش لوزير للوكيل الجمهوريه ولا منطقه الامن وتقول لك انا هذا ما يهمنيش، وينو الاحترام؟ وينو الاحترام؟ الاقصاء اقصاء اكثر من الاقصاء، اليوم اصواتي بدها تتنصب يوميا في التلفز وفي الاذاعات.